بودنج بالكراسون وبالشوكولاته، طعمه لطيف جدا. عشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين كراسون ساده حسب عدد افراد الاسره طبعا وحسب حجم الطبق اللي هنستعمله. عايزين كوبايه من شوكولاته الدهن، 3 بيض، 1 معلقه صغيره فانيلا، 1 كوب كريمه، 1 كوب حليب، 1 كوب عين جمل، معلقه كبيره زبده، 2 معلقه كبيره سكر، وعايزين شوكولاته بيضه مذوبه للوجه. لو حابين تحطوا شوكولاته عاديه برضو زي ما انتوا عايزين. اول حاجه بس خليني اخد الزبده ونحطها على النار بس تدوب بالشكل ده. هنقطع الكرواسون بتاعنا، كرواسون ساده والزبده خلاص ساحت تمام كده. عايزين بقى نخلط مع بعض الكريمة واللبن والبيض والفانيليا والسكر، دول هنخلطهم مع بعض علشان خاطر دول اللي هنسقي بيهم الكرواسون بتاعنا. يلا ناخد كده نص الكمية نحطها يعني كده كويس. طيب هناخد دلوقتي الشوكولاتة اللي عندنا، وعندنا عين الجمل هنا. هنحط الأول، خلينا نحط الأول من الشوكولاتة. وما ننساش الزبدة كمان. نحط بقى دلوقتي من الشوكولاتة بتاعتنا، وبعدين هنحط فوقيها من عين الجمل، بعدين نرجع نحط تاني من الكرواسون. الجلافز دي جننتني جننتني فعلا عشان كبار شوية صح، فبيدخلوا في أي فراغات. يلا بينا بالشكل ده كده. يعني المهم ان احنا نخلي اكبر يعني قد ما نقدر نحط علشان يوصل لكل تمام كده. هناخد بقى دلوقتي بقيه الكرواسون اللي عندنا وهنحطه كطبقه تانيه، بس بعد ما نحط شويه عين جمل ناخد بقى بقيه الكرواسون ونحطه كده ونشوف بقى. لو تخلوا بالكم كل ده هيقل، يعني كل ده هيقل كتير بعد ما يتشرب من اللي احنا هنحطه. كفاية طبعا ده برضو ممكن يتعمل بالعيش، بس اكيد بالكرواسون بيطلع ألذ كتير. المضرب مضرب مضرب اهو، ناخد الخليط لبن وكريمه وبيض وسكر وفانيليا وزبده. وكده نبقى ناقص بس نحطه على الكرواسون بتاعنا. ده بقى هيدخل، ليني اجيب كبشه، ده هيدخل الفرن على درجه حراره 180 وبيقعد تقريبا يعني تقريبا نص ساعه، بس عايزين كبشه عشان اتاكد ان انا مسقيه كل يعني من 25 دقيقة، يعني لما بلاقيه خلاص كله كده بقى شارب الخليط وان هو خلاص تماسك مع بعضه بعرف ان هو خلص. فيعني من 25 ل 30 دقيقة تقريبا. طيب انا هاخد دي دلوقتي التايركس بتاعي وعلى الفرن.
زي ما اتفقنا. دلوقتي هنطلع احط انا ده في الفرن، ممكن احط له كمان لو حابين شويه عين جمل على الوش. البودنج بتاعنا في الفرن زي ما اتفقنا، درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. شوفوا البكبكه خلينا نحط احنا كده، نحط له خليط من الاثنين، طعمه بيبقى لطيف جدا جدا وسهل جدا زي ما بشوفته، ما بياخدش وقت خالص مننا. جيب المقص، هنا